شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمتضمن بحث النماذج الاسترشادية حول قانون مكافحة الإرهاب وقانون المرأة وقانون الطفل، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 17 إلى 18 من سبتمبر الجاري.